وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 105 لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. جاء فيه تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. تكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من ذات القانون.